السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ عساكم بخير، معاكم حسام. خلونا نستكمل لعبة ريز اوف توم برايدر. عموما يا جماعة، اللي ما شاف الحلقات اللي فاتت يشوفها، وان شاء الله نستكمل مع بعض ونبدأ ببركة الله في الحلقة الثانية او ايا كانت الحلقة، نستكمل مع بعض الى ما لا نهاية. يلا اسيبكم مع العروض واللعبة المدبلجة، وانا ما يحتاج اكون فيها كوميتري، بتابع زيكم على الصامت. يلا في امان الله. جونا! لارا! أريد أن أخبرك بالكثير. أنا... وجدت مقبرة القائد؟ نعم، ولكن هناك من تبعني. ماذا؟ من؟ يدعون أنفسهم الترينيتي، حاولوا قتلي. ما الذي يحدث هنا؟ بدأت تخيفينني. المقبرة فارغة، كانوا يبحثون عن المصدر القوي التي كان يبحث عنها والدك؟ يوجد المزيد. وجدت هذا الرمز في المقبرة، كنت أعرف أنني رأيته من قبل، حاولت تذكره بشدة، وعندئذ تذكرت رأيته هنا في واحد من كتب أبي. استمع إلى هذا. مدينة كيتاش المفقودة، قيل إنها اختفت في سيبيريا في وقت ما من القرن الثاني عشر. تقول الأسطورة إنها غرقت تحت بحيرة في عشية غزو الحشود المنغولية. ما علاقة هذا بقطعة القائد الأثرية؟ الرمز نفسه. لارا، إن كان المصدر القوي مخبأً في أطلال كيتاش ولم يعثر عليه أحد، فيجب أن أذهب إلى سيبيريا. هل تمزحين؟ فقط فكر، إن كان هذا الشيء قادراً حقاً على كشف سر الخلود، فإنه سيغير كل شيء. المرض، المعاناة، الموت ستختفي. أتدركين ما تقولين؟ جونا، لقد واجهنا الكثير معا، تعرف أن هناك المزيد؟ قد يكون هذا حقيقيا. لا أهتم إن كان حقيقيا، فقدت الكثير من الأصدقاء، لا أريد أن أفقدك أيضا. لم ينجح أبي في ربط الأمر بكيتاش، تخلى عن كل شيء لأجل هذا. وتخلى عنك، كفي عن لوم نفسك على ما حدث، هو اختار مصيره. لا أستطيع التخلي عنه، ليس الآن هذا كل ما لدي. ليس صحيحا، إن فكرت فقط لخمس دقائق لرأيت الأمر. تبعي. جونا؟ لارا، اللعنة! توقف! اترك الكتاب! لا يمكنك إيقافه! تباً يا لارا، ماذا سنفعل؟ أنا قدتهم إليه جونا. إن كان المصدر القوي حقيقي، فيجب أن نجده أولاً. إلى سيبيريا إذن. لارا، هل أنت هناك؟ لقد وصلت إلى المأوى. جونا!
جونا، إن كنت تسمعني ارجع، لا تحاول العثور علي. سأقوم بهذا وحدي. يجب أن أجد مأوى. استمري في التحرك، هيا يمكنك هذا، تحركي. معسكر قديم، حسنا حسنا، يجب أن أشعل نارا. أحتاج لموارد لبناء المأوى. حسنا، قد ينجح هذا. ليس كافيا لإكمال الليلة. جاف بما يكفي للاحتراق. أمل هذا. مقتول حديثا، لا لحم، لكن سأعود للمعسكر. يجوب رجالنا الأطلال في الجبال، إن كانت القطع الأثرية هنا فسنعثر عليها. وماذا عن البقايا؟ يواصلون المقاومة ضدنا، ولكننا سنسيطر على الموقف قريبا. جيد، ترينيتي يثقون بك. ترينيتي، سأحتاج إلى قوس أقوى. آمل لو كان هذا الألم غير مألوف، كالنظر إلى عدو قديم في العين. يريد إسقاطي، يريد أن أستلقي،
وأن أموت، لكن لن أفعل، لا أستطيع. يوجد شيء هنا لابد من ذلك، وإلا ما كان جماعة ترينيتي ليأتوا إلى هنا. أمل أن يكون جونا بخير وأن يكون قد وجد طريقا للعودة. أنا لم أستطع المخاطرة به معي، ليس ثانية. ألم فقدانه سيكون أقوى من أن أتحمله، هذا عبئي أنا وحدي. هذه الأطلال هنا منغولية، ترينيتي لقد وصلوا. أيها القائد هل تسمعني؟ ما كان ذلك؟ فريق المسح هنا القيادة، نرجو الرد. فريق المسح نرجو الرد، يوجد بعض التشويش على الاتصالات. Thank you.
لا أرى، أرى أنك ترفضين استخدام الباب ثانية. هذا الطريق أسرع أبي. تعالي أيتها الشخصية. هل ستذهب في مغامرة أخرى؟ أجل، أعظم مغامراتي. حسناً، قررت أنني سأكون مساعدتك. أوه حقاً؟ حسناً، لا يوجد من هو أفضل منك ليكون بجانبي، لكن هذا المجال إنه خطر للغاية. لارا اسمعيني، يوماً ما ستضعين بصمتك على هذا العالم ستجعلينني فخوراً جداً. انتظري عزيزتي، يجب أن أرد. يجب أن أضمد الجرح. يفترض بهذه الأوراق إيقاف النزيف. أحتاج لضمادة ما. للداخل. يجب أن أجتاز الدب. ذلك الفطر، إنه فطر سام، يمكنني صناعة السم. you
لقد عرفت كل ما يمكن من المذبحة داخل مقبرة القائد. إخوتي تعرضوا للقتل حتى آخرهم في وقت ما في الأيام الأخيرة. مات أتباع القائد المزيف بالمئات، لكن في النهاية كانوا منتصرين. لقد أغلقت المقبرة بأقصى ما يمكنني، وأخبرت أهل القرية القريبة بأن القائد قد مات أخيرا، وهددتهم بأن هذا المكان يجب أن يبقى مخفيا. لا أعرف إن كان القائد قد نجا، ولكن سأتبع أثرهم. لا أحد يهرب من جماعة ترينيتي. أتمكنوا من صناعة شيء بكل هذا. يجب أن أعود للمعسكر وأحاول. يجب أن أرتاح. أشعر ببرد شديد، بإرهاق كبير. لا، اسمعني أنت، هذا الاكتشاف مهم للغاية. أنا لا أهتم أبداً لسمعتي. إياك أن تجرؤ على تهديدي بعد كل ما فعلته. ألو، ألو. أبي، ماذا يحدث؟ إنهم حمقى. أنت تخيفني. اقتربت لارا، لقد اقتربت من شيء مهم. ذات يوم ستفهمين الأمر. لا أريد أن أفهمك، أريدك أن تتوقف فحسب. كن أبي ثانية. صوفيا، تابعي التحرك. هيا نلنا منهم. تابع الركض، هيا. الحقوا بها.
قدموا التقارير جميعا. ما الموقف؟ حول. وجدنا معسكرا آخر هنا، كان أثر النار لا يزال دافئا، لا يمكن أن يكونوا قد ابتعدوا. حول. لا تزال الاتصالات متقطعة، ابقوا قريبين، يجب أن نجدهم قبل أن ينظموا هجوما آخر. أيها القائد، سننتشرني نبحث عن أثر. حسنا، لكن يبدو أنهم انسحبوا. الهدف الرئيسي هو العثور على فريق المسح. انشروا الخبر، فخخ السكان المحليون المنطقة المفتوحة، لابد أنهم خططوا لنا مطاردتهم. تبا لم ينسحبوا. اتصل بالمنشأة باللاسلكي، آخر إشارة وصلتنا منهم أنهم تعرضوا للهجوم ثم انقطع الاتصال. توجد حركة. نص منغولي لا يمكنني تحديده بوضوح. نص منغولي لا يمكنني تحديده بوضوح. لا يزال هنا. المكان ضيق للقتال، من الأفضل أن أجذبه للخارج.
كان القائد وأتباعه يسافرون تحت جنح الظلام، درب ملتو حول حدود الإمبراطورية الشرقية. لا أعرف أين يتجهون، وأعتقد أنهم لا يعرفون أيضا، لكنهم يعرفون أننا لن نريحهم حتى ننتهي من القضاء على بدعته. بعض السكان المحليين وفروا له المأوى، وأجد أنه من الغريب ألا أحد ممن قاموا بإيوائه سيخبرني بشيء. حتى عندما أهددهم بغضب الترينيتي أو بوضع السكين على رقابهم يبقون صامتين، يموتون ولا يكشفون سره. القائد له نفوذ غريب على الناس، وهذا سبب إضافي ليتم إسكاته. سيكون هذا باردا. وبكذا وصلنا نهاية الحلقة، أتمنى أنها كانت خفيفة ولذيذة. إذا أعجبكم المقطع سووا لايك، إذا ما أعجبكم سووا ديسلايك، إذا أول مرة تشاهدونا سووا سبسكرايب، وإن شاء الله تدعمونا لأبعد مدى. أنا أحتاج دعمكم يا جماعة الخير. يلا، كان معكم حسام أربع، في أمان الله.